اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نقرا بقى اخبارنا. راحه 24 ساعه في الاهلي قبل استئناف التدريبات استعدادا لمباراه غزل المحله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المحله فيها يعني كان فيها خلال الفتره السابقه مشاكل كتيره جدا، ولكن اول مدير الفني كان هيمشي ويرجع ل او مش هيكمل مع نادي غزل المحله. ولكن دايما قبل مباريات الاهلي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الكل بيتضافر، كل المجهودات بيتم تضافرها عشان النادي اللي هيلاعب النادي الاهلي يبقى مستقر. طيب لو الاهلي كسب المباراه اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه المحله القادمه ونقدر نفوز، هيحصل ايه؟ انا بقول لحضراتكم من دلوقتي هتحصل مشكله كبيره في غزل المحله. الكل دلوقتي بيجري وبيتضافر وبتتضافر الجهود علشان، على فكرة أنا من أكتر الناس، عشان بس ما حدش ياخد الكلام برضو ويوديني المحلة وضد، لا لا خالص، لكن بلاش المحلة، أي نادي بيلعب ضد النادي الأهلي وتلاقي الكل بيتضافر والمجهودات كلها بتتضافر علشان يلموا الموضوع، وبعدين نبقى نشوف بعد مباراة الأهلي إيه اللي هيحصل. ماشي، ده قدرنا، النادي الأهلي قدروا هذا الأمر إن هو الكبير، فدايما لما تيجي تلعب الكبير فبتلاقي كل الدنيا بتتلم. اخواتنا واصدقائنا خلال الفتره السابقه لما تيجي تتكلم مع احد المشجعين الاهلاويه يقول لك دايما قبل هذه المباريات، مش المحله بس، كل المباريات يعني قبل طلائع الجيش بتلاقي كده حلوا امورهم، والكابتن علي عبد العال استقال، وبعدين الكابتن محمد يوسف جه مسك، قبل المباراه بتاعت بعد المحله في مباريات اخرى هتلاقي دايما، والمكافئات بيتم مضاعفتها والامور بيتم. هو ده النادي الاهلي او هو ده الكبير، دايما بتلاقي كله دايما بيعمل كده. كولر بيبدا استكشاف غزل المحله قبل مواجهته في الدوري. بالمناسبه هي مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده مباراه طلائع الجيش مباراه صعبه جدا ولم نكن فيها جيدين خصوصا في الشوط الاول، ولكن قدرنا نكسب، فبالتالي النتيجه تخلينا نصبر شويه على شكل الاداء اللي احنا اللي مش عاجبنا كلنا كاهلاويه. هل الاداء عاجبنا؟ كلنا كاهلاويه الاداء مش عاجبنا، ولكن النتيجه مخليانا نصبر، مخليانا نفضل واقفين ورا فريقنا، حتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه، هنفضل دايما واقفين ورا فريقنا وهنفضل في ظهر نادينا في كل الامور، في كل حاجه. لانه لسه بدري جدا على الدوري العام، خلي بال حضرتك، مش معنى ان الاهلي كسب وان الزمالك اتعادل ان انت خدت الدوري، ابدا. في حاجات كتيره بتحصل حوالينا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، ممكن جدا جدا تخلي امور كتيره تحصل. احنا بنحاول نوقف هذه الامور من دلوقتي، اتمنى ان كل هذه الامور تنتهي خلال الفتره اللي جايه، وكل شويه هاكرر ان يصبح ميزان العداله ميزان واحد. ما يهمكش لون، ما يهمكش حاجة أخرى، ولكن كل اللي يهمك أن يتم تطبيق ميزان العدالة في كل قراراتك، ده اللي أنا أتمناه. كولر بيضع برنامجا لتجهيز علي معلول، وعلي معلول الحمد لله على سلامته طبعا، هناك كانت أنباء بتشير إلى أن علي معلول خلاص بطل اللعب أو اعتزل اللعب دوليا، ولكن علي لم يؤكد هذا الكلام حتى الآن، إن شاء الله خلال الأيام القادمة هنشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمور. الحقيقة بعد كل اللي بيحصل في فرع النادي او مقر النادي الاهلي بالقاهره الجديده حاجه جميله جدا، وبالتالي هو اقبال كثيف على عضويه النادي الاهلي بفرع القاهره الجديده. الاستاذ انديل رئيس لجنه العضويات بيكون دائما متواجد، واقبال من الواضح ان هو اقبال هذه اقبال كبير جدا، لانه هذا النادي بيشهد طفره انشائيه هائله، وزي ما حضراتكم عارفين اللي بيحصل في القاهرة الجديدة أو في مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة حاجة إعجازية. اتحاد الكرة بيجري اختبارات إعادة في اللياقة البدنية للحكام، واللجنة الأولمبية تعتمد فوز فرج عامر برئاسة نادي سموحة. مصطفى عسل يفوز ببطولة هونج كونج للأسكواش. ده كان آخر خبر معنا النهاردة. الحقيقة مشكلتنا دايما ان احنا عندنا حاجات كتيرة جدا جدا نقدر نتكلم فيها، ولكن دائما النادي الاهلي عنده اخلاق، عنده مبادئ بيتم تطبيقها في كل امور، في كل امور. خلي بال حضراتكم،
صنع في الأهلي. بطلة فقرتنا النهاردة الكابتن نجلاء فوزي، نجمة الأهلي السابقة للكرة الطائرة، انضمت للأهلي موسم 98 لحد موسم 2006، حققت العديد من البطولات الإفريقية، أكثر من 30 دوري وكأس في جميع البطولات المختلفة التي لعبت فيها مع النادي الأهلي، أحسن ضاربة عربية في البطولة العربية مع النادي الأهلي سنة 98. صنع في الأهلي كابتن نجلاء فوزي، نجمة الأهلي السابقة للكرة الطائرة. وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل هنطلع نستقبل النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد اللي هيكون في ضيافتنا في الجزء القادم من هذه الحلقة. صنع في الأهلي كابتن نجلاء فوزي، ثم فاصل، ثم النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد في ضيافة البيت الكبير. طبعا كلاعبة بدأت مشواري الرياضي في نادي سبورتنج الإسكندرية، أنا لاعبة اسكندرانية أساسا، كنت بلعب في نادي سبورتنج كرة طايرة، وبدأت مشواري سنة 91. الحمد لله في خلال سنة واحدة انضميت لمنتخب مصر ناشئات، ولعبت 18 سنة سبورتنج، ولعبت درجة أولى في نفس السنة في نادي سبورتنج. يعني ده بالنسبة لي في إسكندرية طبعا كانت خطوة كبيرة جدا بالنسبة لي ان انا انضم منتخب ناشئات، ولعبت بطولة عالم في براتسلافا 91، وبعديها تم اختياري في المنتخب الاول في بطولة امم افريقية في نيجيريا في لاجوس، وبعديها حققت اول بطولة جمهورية في حياة نادي سبورتنج من 18 سنة بيننا وبين الاهلي، وكانت دي البطوله الاقوى ان انا احقق بطوله الجمهوريه نادي سبورتنج، الحمد لله رب العالمين انا وزميلاتي. وبعديها كابتن رؤوف كان ماسك فرقه نادي الاهلي هنا، وكان مدربي في المنتخب، مرني في المنتخب في الدرجه الاولى 93 95، وكلمني ان انا انتقل للاهلي سنه 98، وبالفعل انتقلت سنه 98 كاستعاره في البطولة العربية الأولى، كانت بتتنظم في تونس، كانت أول بطولة عربية تنظمها تونس 98، وانتقلت كاستعارة، والحمد لله رب العالمين بعديها على طول انتقلت رسمي لنادي الأهلي. فمن 98 لحد 2006 بنادي الأهلي الحمد لله حققت كتير من البطولات الأفريقية والعربية وطبعا المحلية، أكتر من 30 دوري وكاس الحمد لله رب العالمين. يعني البطولات مع نادي الأهلي كلها غالية بأمانة، يعني اغلى بطوله بالنسبه لي كانت اول بطوله عربيه ان انا لعبت فيها 98، كنت طبعا بالنسبه لي البطوله دي لو اديت فيها كويس او كنت فيها حاجه كويسه كنت اكيد 100% هتنقل للاهلي، وده كان يعني املي الوحيد ان انا العب في نادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين البطوله دي كانت اقوى البطولات بالنسبه لي، واخدت فيها كمان احسن لقب افريقي، اخدت فيها احسن ضريبه عربيه في البطوله. البطولات الافريقيه طبعا كابطال دوري وابطال كاس حققنا العديد منها الحمد لله، وكانت بالنسبه لي غاليه جدا عشان كانت من فرق قويه جدا جدا زي كينيا والكاميرون وتونس والجزائر، حققنا بطولات قويه جدا الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للمدربه انا اول بطوله اول تدريب ليا مسكت منتخب القاهره 14 سنه، وكانت سنه 2018 2019. قبليها كنت ماسكه تدريب في الاكاديميه بتاعه الكره الطايره بتاعه نادي الاهلي، وبعديها كابتن تهاني توسن كانت في اول بطوله تتنظم بطوله منتخب المناطق، سواء منطقه القاهره منطقه الجيزه ومنطقه، كانت بقى لها اكتر من 20 سنه ما اتنظمتش من ايام كابتن ناصف سليم الله يرحمه رئيس الاتحاد. ساعتها كابتن احمد زكريا رئيس لجنه المدربين، وكابتن تهاني توسن كانت عضو لجنه المدربين، فاختاروني ان انا امثل منتخب القاهره، ان امسك منتخب القاهره، وده كان اول تدريب ليا ان انا امسك سته ملعب ومنتخب، وكانت بطوله قويه جدا بالنسبه لي، والحمد لله ربنا وفقني وحققت النتيجه وكسبت منتخب القاهره. بعديها جيت نادي الاهلي، اتخذت على طول مسكت فرقه 12 سنه، وكانت بطوله رسميه والحمد لله حققت البطوله فيها برضو. وبعديها الحمد لله رب العالمين 2019 مسكت بطوله 18 سنه جمهوريه لحد وقتنا هذا، وحقق نتائج الحمد لله، اول قاهره اول جمهوريه اول قاهره اول جمهوريه. الاختلاف القوي بين النادي الاهلي ونادي اي نادي في الدنيا ان نادي الاهلي مفيش حاجه عنده اسمها تاني، احنا ما عندناش حاجه اسمها تاني، احنا بالنسبه لنا الاول فقط لا غير، يعني يعتبر احنا يعني بقول لحضرتك انا في الاول خالص على قد ما انا زعلان ان انا خسرت منطقه القاهره واخدت مركز تاني، بس يعني في حد ذاته عملنا انجاز ان احنا كسبنا الفريق اللي بيكسبنا بقاله اكتر من 4 سنين، وده انجاز في حد ذاته الحمد لله. فالاهلي طبعا لا يقارن باي فريق تماما، الاهلي التوب والله. الجمهور نادي الاهلي ده ما اقدرش اقول لك ان هو رقم اللي هيكون رقم واحد في الملعب قبل اللعيب،
الجمهور ده بيدي للعيب قوة وبيدي طموح وبيدي أمل وبيدي إصرار إن هو يحقق النتيجة دي علشان خاطر الجمهور وعشان خاطر النادي. حققنا كلنا ألقاب عربية وأفريقية كتيرة جدا، كل واحدة فينا واخدة ألقاب شخصية كتيرة. أنا واحدة أخدت 3 ألقاب أفريقية وعربية. كابتن تهاني توصل واخدة 18 مرة أحسن لعبة في أفريقيا. يعني كابتن تهاني توصل تعتبر الكرة الطايرة في أفريقيا، مش في مصر بس، في أفريقيا. فكلنا كل الأساس ده من الأهلي، فإحنا بنقول شكرا للنادي الأهلي اللي خلانا نبقى إحنا في المنصب ده وفي الظهور ده. الحمد لله ربنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير واحد نجوم النادي الاهلي. عندما تتكلم عن امير عبد الحميد هتتكلم عن انسان محترم الكل بيحبه، هو كمان بيحب النادي الاهلي. ازيك يا امير؟ حبيبي يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ شكرا على الشكر. اقول لك كابتن امير بقى لانه احنا جيل واحد واخوات. حبيبي حبيبي يا كابتن اسلام، منور. ربنا يخليك. انا طبعا سعيد ان انا معاك النهارده، وشكرا على الكلام الحلو اللي حبيبي. انت بتقوله ده عليا. حبيبي ربنا يخليك. هنطلع نشوف تقرير عن كابتن امير عبد الحميد ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير واحد نجوم النادي الاهلي. عندما تتكلم عن امير عبد الحميد هتتكلم عن انسان محترم الكل بيحبه، هو كمان بيحب النادي الاهلي. ازيك يا امير؟ حبيبي يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ شكرا على الشكر. هقول لك كابتن امير بقى لانه احنا جيل واحد واخوات. حبيبي حبيبي يا كابتن اسلام، منور. ربنا يخليك. انا طبعا سعيد ان انا معاك النهارده، وشكرا على الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده عليا. حبيبي ربنا يخليك. هنطلع نشوف تقرير عن كابتن امير عبد الحميد ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. رجعنا معاكم مره تانية ومع كابتن امير عبد الحميد. كابتن امير طبعا تاريخ طويل ومع النادي الاهلي ومع كثير من انديه الدوري الممتاز، لعبت يعني في فترات طويله كمان مع النادي الاهلي ثم مع كذا نادي بعد كده. اخر حاجه انا عارف انت كنت بتدرب في سكة الحديد ومشيت، ودلوقتي اعتقد مشرف على القطاع، على حراس المرمى في قطاع البنك الاهلي. بص يا كابتن اسلام، هو يمكن انا بعد ما اعتزلت على طول دخلت النادي الاهلي من خلال اكاديميه النادي الاهلي، كنت مدير فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. ايوه. والحمد لله عملت 3 سنين كويسين خدمت فيهم النادي. وده طبيعي لان النادي الاهلي طبعا كان له دور كبير جدا في شهرتنا وفي الوضع الاجتماعي وفي كل حاجه. طبعا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ليه دور في ده. كنت ساعتها كابتن خالد بيبو كلمني وقال لي لازم تدخل جوه النادي، النادي الاهلي بيعمل كوادر واولاد النادي بيبقوا موجودين. كان ساعتها حسام غالي وفضل وكده، فانا دخلت في مع المجموعه وكنت مدير اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد. طبعا كان ثقه كبيره من كابتن خالد بيبو وكابتن شطه وطبعا قبليهم كابتن خطيب ومجلس اداره، فكانت حاجه كويسه جدا. وده اللي كان واحد بيدافع عنه يا كابتن اسلام، ان انا الواحد اول ما يبطل يرجع النادي تاني، تبقى حاجه مهمه جدا انك انت تنهي حياتك في النادي الاهلي وتدخل جوه النادي الاهلي في اي مجال، اي مجال او اي حاجه الواحد يخدم فيها النادي الاهلي اكيد هيبقى شرف لي. وده كان يعني كان اهتمامي ان انا عايز ارجع النادي الاهلي، والحمد لله رجعت من خلال اكاديميه النادي الاهلي. قعدت 3 سنين، قدمنا ولاد كويسين للقطاع من خلال الاكاديميه، وفي نفس الوقت يعني دخلت في الكارير الفني بقى، مسكت في نادي السكه الحديد. قعدت سنه مع امير عزمي ومسكنا، عملنا شغل كويس في نادي السكه الحديد. دخلت في الكارير بقى الفني، وفي نفس الوقت دلوقتي طبعا انا مشرف على القطاع في نادي البنك الاهلي لحراسه المرمى في القطاع بالكامل، وماسك 2001، فعاملين شغل كويس الحمد لله في نادي البنك الاهلي. ما تابعتش بعيد، انت رحت البنك الاهلي. يعني طبعا الناس محترمه جدا، مجلس اداره محترم اللي هو اشرف والعميد حاتم والاستاذ محمد عبد المنعم، كل الناس وكابتن احمد شعبان، كل الناس اللي كانت موجوده، وقبليهم طبعا كابتن خالد جد الله. وطبعا بشكره من خلال قناه النادي الاهلي ان هو طبعا هو اللي جابني نادي البنك الاهلي، وكان ليه دور كبير في وجودي في نادي البنك الاهلي. كل الناس هناك محترمه ومنظومه محترمه جدا. يعني ما تقلش عن طبعا النادي الاهلي يعني. طيب بتعمل بقى ايه دلوقتي، او هتعمل طموحاتك ايه خلال الفتره اللي جايه؟ يعني انا عارف ان انت نفسك في يوم من الايام تكون موجود في الفريق الاول في النادي الاهلي، منتخب مصر كمان. والله يا كابتن اسلام، انا يعني طبعا زي ما حضرتك قلت طموح مهم جدا انك انت تبقى مدرب حراس مرمى في النادي الاهلي، وده اللي ان شاء الله الواحد بيسعى ليه. ولكن انا نفسي الفرصه تيجي تتاح، لان طبعا انا كنت مفروض ان انا هدخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وما كانش حصل نصيب، كان الـ كل الاجهزه اتسكنت، وكابتن خالد بيبو اتكلم معايا. فانا مستني فرصه سواء اخدم النادي الاهلي من خلال القطاع، او
في الفريق الاول، ولكن انا كل تركيز دلوقتي مع نادي البنك الاهلي، وان شاء الله بامل حتى يمكن كان في كلام ان انا احتمال كبير اطلع مع كابتن حلمي طولان في نادي البنك الاهلي، ولكن طبعا هو كان يعني مظبط الدنيا مع الكابتن خالد خليل اللي هو مدرب امبي، وفجاه كابتن طارق عبد العليم بقى موجود، وفي ناس كان في كلام على المصري، وكان في كلام في كذا نادي، ولكن انا يعني ما كانش فيه نصيب لسه، وان شاء الله بامل ان انا اكمل. اللي جاي هيبقى افضل باذن الله، وبامل بقى اللي هو ان شاء الله لما تجي لي فرصه. انا عايز بس اهم حاجه كابتن اسلام تجي لك الفرصه. أوكي. لكن انت بتبقى انت عندك طموحات، بس خلي بالك انت متعود على كده يا امير. يعني حتى لما تيجي نتكلم عن مشوار امير عبد الحميد، انت خدت الفرصه من واحد زي عصام يعني عصام، مصر كلها تعلم هذا الامر، يعني مش من الناس اللي ما بتسيبش الملعب، يعني اللي لو يعني في حاجه كبيره جدا طبعا. جدا 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 تخليه يسيب الملعب طبعا. فهي نفس واضح ان هي نفس الفكره، يعني ان انت برضو بتنتظر، ولما خدت الفرصه خدتها فين؟ انت خدتها في كاس عالم الانديه اللي بقى لو فاكر يعني. طبعا هو بص يا كابتن اسلام، هو الواحد طبعا يعني زي ما الواحد بدا مشواره من وانا صغير في النادي الاهلي، انا من ابناء النادي الاهلي وده شرف ليا، من وانا عندي 9 سنين 10 سنين جوه النادي، بامل ان انا ادخل، كنت ادخل السلمه واحده واحده من خلال النادي الاهلي برضو، ولكن طبعا لسه النصيب ما جاش ان انا ادخل. هي الفكره بس يا كابتن اسلام انك انت تجي لك الفرصه. اوكي. ولو جت خلاص، لو جت خلاص يعني ادي الفرصه وشوف وتابع، وبعد كده شوف النتيجه. يعني صحيح. انت النهارده انت وانت في القطاع تامل انك انت تكون موجود جوه النادي الاهلي، فضلت مستني 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 لحد ما جات لي الفرصه، ولعبت الحمد لله وخدنا بطولات. فالناس كانت قلقانه شويه، لان طبعا زي ما حضرتك قلت حضري قيمه كبيره، وانك انت تدخل بعد الحضري دي حاجه بتبقى مش سهله. في نفس الوقت في الكارير الفني انت النهارده الواحد عايزين ناخد الفرصه، يعني انت بتاخد الفرصه الاول بعد كده تحكم. لكن انت ما ينفعش تحكم وانت لسه ما خدتش اي فرص. يعني في ناس تقول لك ايه امير لسه مبطل وهو الاخر، طب في ناس مبطله، الحضري بطل مسك، عبد المنصف بطل من 3 ساعات مسك بعد 4 ساعات في النادي المصري. هي القصه كلها انك انت تدي الفرصه للشخص وبعد كده تبتدي تتكلم. يعني اول ما بطلت طبعا كابتن خالد بيبو كان اتكلم معايا وقال لي ان شاء الله تدخل معانا، ولكن خد خبرات وهو الى اخره. فدلوقتي خدت الخبرات، انا مسكت نادي السكه واتعرض عليا نادي السكه تاني، ودلوقتي موجود في نادي البنك الاهلي، وجالي كذا عرض في الدوري الممتاز، ولكن طبعا المسؤولين في نادي البنك الاهلي قالوا لا امير يبقى موجود معانا ويدي خبراته للحراس اللي موجودين في القطاع. هي الفرصه بس يا كابتن اسلام تجي لك، وبعد كده هتلاقي الدنيا كويسه جدا مختلف. زي ما انا كنت مستني فرصه، والحمد لله كانت الناس قلقانه وخدنا بطولات وخدنا ثالث عالم واشتغلنا حقيقي. بس هي الفكره في الفرصه اللي تجيلك، لكن ما تحكمش على حد وانت لسه ما اديتش اي فرص. فانا بامل ان شاء الله الفرصه تيجي باذن الله. ان شاء الله الفرصه هتيجي، واحنا متاكدين، انا شخصيا متاكد من طبيعه امير عبد الحميد ان هو هيكون له دور كبير جدا في مستقبل حراسه المرمى في مصر خلال الفتره القادمه ان شاء الله. خلينا نروح بقى للمونديال 2022 يا امير. تابعت دور ال 16 ازاي؟ ومن وجهه نظرك ايه هي ابرز المفاجات اللي حصلت في دور ال 16؟ بص يا كابتن اسلام، هو طبعا اللي انت عارف البطولات الكبرى بتبان بقى من الدور ال 16. صح. يعني البطوله بتتلعب من الدور ال 16. انت عندك في ناس بتبقى في الاول مفاجات، في حصان اسود بيبقى موجود. مين الحصان الاسود ده؟ مين؟ كنا بنعمل بولندا، يعني بولندا صعدت برضو وقدمت مستويات كويسه، ولكن طبعا ما كملتش، لان طبعا بولندا بيعتمد على لاعب واحد بس. في نفس الوقت كان تشيزني حارس المرمى كان ليه دور كمان ان هو يساعدهم، ولكن انا شايف ان المفاجات الكبرى في بطوله كبيره زي دي هي البطولات العربيه والافريقيه. منتخبات سوري، المنتخبات الافريقيه والعربيه. انك انت بتصعد وبتاخد ثقه، لان خلاص انت كل الدنيا كل المنتخبات عندها لعيبه محترفه كبيره جدا. صحيح. وعندهم زمايلهم بيلعبوا ضدهم في المنتخبات الكبرى، فبالتالي الثقه موجوده. بلس ان البطوله مقامه على بطوله عربيه او دوله عربيه، جمهور كبير جدا بيساند الناس طبعا، يعني تنظيم هايل، ملاعب وتصوير واقامات وكل حاجه بصراحه. كاس عالم نموذج يا كابتن اسلام بمعنى الكلمه، ملاعب، تصوير، استوديوهات تحليليه، لعيبه، كل حاجه موجوده. فانا شايف من وجهه نظري ان المنتخبات الافريقيه والعربيه عملوا انجاز، ودي حاجه كويسه جدا. بنامل ان شاء الله المغرب تكمل، النهارده السنغال خرجت، فبنامل ان المغرب تعمل حاجه ان شاء الله قدام اسبانيا. فما فيش حصان اسود معين، انا بتكلم على المنتخبات الافريقيه والعربيه. كان مفاجاه بالنسبه للمنتخبات العالميه والمنتخبات الكبيره. يعني تونس تكسب فرنسا، والبرازيل تتغلب من كاميرون،
الارجنتين المغرب بلجيكا تكسب بلجيكا وبعد كده بتصعد صحيح فبتتكلم في تونس تكسب فرنسا يعني حاجات بصراحه جديده جدا جديده ما كناش متعودين عليها يعني. طيب خلينا نتكلم معاك بقى عن مستوى حراس المرمى بشكل عام او بشكل اكبر في بطوله كاس العالم يعني شايفه ازاي حتى الان؟ انا شايف ان يعني مارتينيز هو من الناس اللي هي حارس مرمى الارجنتين ده من الحراس المرمى الممتازين وعملاق وانا كنت متابع في الدوري الانجليزي مع استون فيلا كان واحد برضو كان غلبان على قد حاله استنى فرصه جول الحارس الاساسي بتاع استون فيلا اتعور ابتدى هو يشتغل وياخد بقى ثقه مهمه جدا في استون فيلا ابتدى يشتغل كان بعيد عن المنتخب الارجنتين دلوقتي النهارده من اهم الخطوط او اللاعبين اللي موجوده زائد ميسي طبعا في منتخب الارجنتين وبيدي ثقه كبيره جدا وشفناه عمل انقاذ هايل في الماتش الاخير قدام استراليا كان خلاص الموضوع انت تخش في الجيم تاني وتخش في اكسترا تايم والاستراليين اقوياء ممكن كان يطلع الارجنتين شايف تشيزني طبعا حارس مرمى بولندا حارس مرمى كويس انا متابعه من ايام ما كان في روما مع صلاح كان عامل ماتشات كويسه جدا في تشامبيونز ليج وكان عامل ماتشات كويسه جدا في الدوري الايطالي بعد كده دلوقتي هو شغال في يوفنتوس وكان رايح اعاره من ارسنال يعني عنده خبرات كبيره جدا وكان ليه دور ان بولندا تصعد وكان اداؤه ممتاز كنت اتمنى ان هو يكمل بحيث ان هو من الحراس المرمى الممتازين بس انا شايف ان لوريس حارس مرمى فرنسا برضه هيبقى ليه دور كبير جدا لانه هو حارس مرمى موهوب وشغال كويس جدا مع توتنهام يعني مين الحارس الافضل بالنسبه لك حتى الان لغايه دور ال 16 او لغايه المباريات اللي شفتها في دور ال 16 حتى الان مارتينيز حارس مرمى الارجنتين انت معجب بيه جدا معجب بيه لان هو يعني بقى لنا فتره كبيره جدا ما شفناش حراس مرمى موهوبين مع المنتخبات الكبرى يعني احنا كان دايما يقول لك الارجنتين والبرازيل كانوا بيعانوا من حراسه المرمى دلوقتي انت بتتكلم في اثنين من احسن ومن احسن الجوان في العالم في البرازيل ودلوقتي مارتينيز عامل شغل كويس جدا مع الارجنتين فانا شايف ان هو هيبقى ليه دور كبير جدا في صعودهم لوريس برضو هيبقى ليه دور كبير جدا مع فرنسا هل تعتقد ان الحراس هيكون لهم دور مهم في المراحل النهائيه ولا المنتخبات الكبيره هتكسب على طول والله يا كابتن اسلام بص هو طبعا حراس المرمى لما يكونوا حراس كبار ومركزين السيف بتاعه او الانقاذ بتاعه بيفرق انت النهارده شفت النتيجه كانت 0-0 السنغال وانجلترا كنت اسماعيل يسار اسماعيل يسار في الاول انقاذ هايل انقاذ هايل من 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 واحد بقاله فتره كبيره جدا بيلعب مع منتخب انجلترا وماشي كويس جدا مع ايفرتون عمل انقاذ هايل اتردد بهدفين فالحراس الكبار اللي هم موجودين في المنتخبات اكيد لهم دور كبير جدا في انك انت تحول النتيجه او تحافظ على النتيجه مع ناس بتعرف تخلص يعني شفنا انجلترا النهارده من الفرق الممتازه اللي بتعرف تطلع بالكره من ورا صح صحيح والفرق الكبيره اللي بتعرف تطلع يا كابتن اسلام من ورا صح انك انت في ناس كتير بتاخد الكره وتلعب طويل لكن انت النهارده لما تاخد بتتحول من الدفاع للهجوم وعندك سرعات ونجين وعندك واحد بيخلص وعندك حارس بيعمل انقاذ هايل طبيعي ان الفرق اللي زي دي بتكمل في النهائيات يعني فانا شايف ان حراس مرمى هيبقى ليهم دور كبير جدا الفتره الجايه وخلي بالك انت المنتخبات بعد عندهم حارسين انت الفرق اللي هي ضمنت الصعود بعد ماتشين الماتش الثالث بيلعبوا الحارس الثاني اللي هو الثاني مش بديل انت بتتكلم في اسماء كبيره اسماء جداً. كبيره جدا فاعتقد ان المنتخبات اللي عندها حارس وحارسين هيبقى لهم دور كبير جدا الفتره الجايه في الادوار اللي جايه حراس المنتخبات العربيه الحقيقه كلهم معظمهم تالق ولكن يظل دائما ياسين بونو له نكهه خاصه يعني ياسين بونو طبعا من الحراس الممتازين وده تكمله طبعا للحراس العظام اللي هم على مدار تاريخ المغرب من اول بادو الزاكي لحد ياسين بونو عنده خبره كبيره جدا اسباني عامل ماتشات هايله يمكن لعب اول ماتش وبعد كده تاني ماتش حصل له طبعا اصابه ولعب الحارس البديل معاه في المغرب ياسين بونو الماتش اللي فات مش هقول ان هو 100% كان يعني مركز 100% لان كان في بعض الاخطاء كانت ممكن تحصل مشكله كبيره جدا بعد الهدف الثاني في اخر دقيقتين ثلاثه الكره اللي وقفها بصدره ولكن دي حاجات خفيفه بتحصل لكن هو اكيد هيبقى ليه دور كبير جدا اعتقد في ماتش اسبانيا
وهو كمان لاعب وعارف اللعيبه كويس جدا في اسبانيا، بيلعب في الدوري الاسباني، فان شاء الله يبقى موفق في اللقاء اللي جاي ويعمل لقاء كويس، وان شاء الله بنامل ان المغرب تكمل يعني ان شاء الله. لوريس مع فرنسا وادرسون واليسون، ده بالمناسبه ان اليسون بيكر وادرسون في البرازيل، في الاثنين يعني واحد واثنين في المنتخب البرازيلي جامدين جدا يعني، اعتقد ان الاثنين دول تحديدا اليسون وادرسون ليهم دور كبير جدا في المنتخب البرازيلي، غير طبعا لوريس حارس المنتخب الفرنسي ايضا هيكون له دور كبير الفتره اللي جايه. طبعا انت بتتكلم الثلاثه بيلعبوا في دوري من اكبر انديه العالم، الدوري الانجليزي، والاثنين حراء يعني، بتتكلم في 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 واحد في مانشستر سيتي، واحد في ليفربول، واحد في توتنهام، اللي هم من اكبر الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي، وليهم دور كبير جدا في انديتهم في ان هم يبقوا في القمه. فاعتقد ان يعني وبقالنا فتره كبيره جدا ما شفناش حراس في البرازيل، كنا هو ده صح دلوقتي عندك واحد واثنين وكمان بيلعبوا برجلين يعني، كان دايما يقول لك مشكله البرازيل ايام يعني الجيل القديم قوي 94 يقول لك انه مشكله البرازيل في حارس مرماها، دلوقتي لا. انت عارف يا كابتن اسلام يعني 98 اعتقد تافاريل اللي كان بيلعب، فتافاريل ده لما كان بيلعب كان يقول لك يا اخيرا لقوا حارس مرمى. دلوقتي انت بتتكلم في اللعب الحديث، انت بتشتغل برجلك كويس، انت عندك ادرسون جابوا يعني جوارديولا اشتراه من بنفيكا بس عشان رجله، بيلعب برجله تخيل، من بنفيكا وبمبلغ كبير جدا مع الخبرات واليسون برضه. وبيكر كان رقم اثنين بعد تشيزني، ما ده اللي انا بتكلم فيه في روما مع محمد صلاح، لما تشيزني راح الله. رجع ثاني ارسنال ابتدى هو يلعب وبعد كده ليفربول اشتراه، فانت بتتكلم في الاثنين هايلين وممتازين. وخلي بالك انت التصفيات برضه ادرسون هو اللي كان بيلعب وناس بتطالب ان اليسون هو اللي يلعب، فدلوقتي خلاص انت الفتره الاخيره مع ادرسون خلي بالك شال كوره هايله اللي هي في المباراه الثالثه على ما اتذكر اخر ماتش هايله شفتها اللي هي رد فعل عكس اتجاه، دي كانت ممكن تحول برضو النتيجه المباراه طبعا، لكن هو يعني هو خسره في الماتش، ولكن هو طبعا من الحراس الممتازين الموهوبين، ودي حاجه كويسه جدا. البرازيل سنتين ثلاثه اربعه متأملين في الحته دي بالذات وطبعا لوريس مع فرنسا بقاله فتره كبيره جدا وشغال كويس بشكل كويس جدا مع توتنهام ومع فرنسا كابتن تيم، فاكيد هيبقى لهم دور الفتره الجايه. اكتر المنتخبات اللي اتظلمت من وجهه نظرك؟ مش هقول اتظلمت، هقول النتائج بس هي اللي ما مشيتش معاها واهداف ما مشيتش معاها يعني. شفنا فرنسا مثلا منتخب تونس لما كسب فرنسا، وانت بتتكلم في هزيمه مش عارف فين، جول بيفرق صحيح، دلوقتي بقى الجول بيفرق بيطلع فرق. فبالتالي انا شايف من وجهه نظر انا راضي تماما على المنتخبات العربيه والافريقيه اللي موجوده النهارده. السنغال كنا بنامل ان هي تكمل، ولكن طبعا السنغال ما كانش في يومها النهارده، ف كتير برضو. فمش شايف حد اتظلم قوي يعني، او منتخبات اتظلمت. التحكيم هايل، البطوله هايله، التنظيم هايل، كل حاجه هايله، واعتقد ان ضرب نار الماتش في اللي جاي ده هيبقى ماتشات صعبه جدا. المغرب ممكن يوصل لفين يا امير؟ بص يا كابتن، هو زي ما قلت لك انت دلوقتي اللعيبه اللي موجوده عندها ثقافه كبيره وعندها ثقه كبيره جدا، واللعيبه عندها خبرات، واللعيبه ثلاث ارباعها بتلعب في بره يعني المغاربه يعني المغاربه طبعا محترفين ولاعيبه محترفه، عندهم لعيبه كويسه، عندهم حارس مرمى ممتاز، خط دفاع هايل، عندهم وينجين هايلين، عندك ديفندرين جامدين، عندك ناس سرعات في الفراوده. فاتمنى ان الماتش الجاي، انت عارف اسبانيا طبعا عندها طموح ان هي توصل للنهائي، فطبيعي ان هي لازم تعدي المغرب. اتمنى المغرب تلعب بخطه متوازنه، يلعبوا على الهجمات المرتده، ما يستعجلوش المكسب ويلعبوا بثقه، لان طبعا انت دلوقتي شفنا تونس ادت ثقة كمان للمغرب صحيح، هي كسبت فرنسا، فبالتالي النهارده انا كفريق مغربي اكسب ماتشين على بعض ورا بعض واصعد، ودي فترة كبيرة جدا ما حصلتش. اتمنى ان هم ان شاء الله يبقى عندهم ثقة اكبر في ماتش اسبانيا ويعدوا ويوصلوا، انا اتمنى ان هم يوصلوا، واعتقد ان هم لو عدوا اسبانيا ممكن يروحوا في مكان يوصلوا اكتر من كده. شايف ايه الفارق ما بين النسخة دي في كأس العالم، في تنظيم كأس العالم، والنسخ اللي قبل كده يعني، على الاقل النسختين الاخيرتين الناحية الفنية طبعا؟ بص، قبل كده في النسخ اللي قبل كده انت كنت بتتكلم في دولتين يعني، ساعات في دولتين كانت بتنظم، ممكن تلاقي بلجيكا وهولندا، ممكن تلاقي مش عارف مين ومين، ممكن تلاقي مش بنفس الجودة والإمكانيات انت بتتكلم من الناحية التنظيمية يعني. انت بتتكلم يا كابتن اسلام كل اربع سنين تنظيم صحيح، وكل ثلاث اربع سنين بيحصل فيهم
تطورات وتجديدات وتصوير وملاعب وامكانيات. بتتكلم في بلد عربي، بتتكلم في بلد اتحاربت كتير جدا من من دول كبيره وما زالت لكن انت بتتكلم في ناس اوروبيه طبعا بيشتغلوا، طبعا بيشتغلوا صح، ناس بقى لها فتره كبيره جدا بتظبط من الملاعب، امكانيات طبعا كبيره جدا جدا، التنظيم الناس بتفكر كويس يعني. صحيح. بتجيب ناس تشتغل لهم بالفكر وبامكانيات قطر بتشتغل، لانك انت يعني زي ما قلت لك الاربع سنين بتختلف فيها حاجات كتيره جدا. انا شايف من وجهه نظري من انجح التنظيمات حتى من الناحيه الفنيه برضو يا امير، من الناحيه يعني الفنيه طبعاً. انا اعتقد ان هي برضو افضل كتير من الفترات السابقه وعلى الاقل من روسيا. طبعا طبعا انت بتتكلم في 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 يعني حتى الفرق اللي موجوده الـ كل واحد عنده طموح. انت بتتكلم في اعظم اثنين جم على تاريخ البشريه كريستيانو رونالدو وميسي، عندهم امل ان هو خلاص يعني ممكن ما يلعبوش كاس العالم اللي جاي. صحيح. فكله بيحارب، كله بيحارب ان هو عايز يوصل. النهارده الفرق العربيه والافريقيه بتكسب فبتعدي بتدي ثقه للي بعده، فانا شايف ان التنظيم كويس. وخلي بالك انت التنظيم يا كابتن اسلام كمان كل ماتش ليه افتتاح. صحيح. يعني كل ماتش ليه افتتاح ما تعودناش على ده. انت هو افتتاح في الفاينل وفي البدايه وخلاص على كده، لكن انت بتتكلم في افتتاح مصغر قبل اللقاء مثلا بثلاث اربع دقائق. هو لا، تنظيم وملاعب امكانيات كبيره جدا وتقنيه كبيره جدا وتصوير حتى ارضيه الملعب يا كابتن اسلام. احنا شفنا انديه منتخبات او دول عملت تنظيم كاس عالم لكن الملاعب مش كويسه، لم تكن بهذا الشكل. لا طبعا يعني شفنا جنوب افريقيا ماشي الامكانيات وهو الاخر بس مش زي كده، الملاعب كانت وحشه جدا. واللعيبه والمنتخبات العالم كلها كانت بتشتكي من ارضيه الملعب، لكن انت بتتكلم من ارضيه الملعب، بتتكلم من اماكن للصلاه، بتتكلم من اماكن للاكل، بتتكلم لا موضوع كل حاجه موجوده. لا الموضوع كبير جدا. صحيح. فبصراحه كاس عالم منظم، واتمنى ان شاء الله لحد النهارده يكمل بقى من حتى كمان الجمهور مفيش مشاكل مفيش حاجه، بنامل ان يكمل ويستمر على كده ان شاء الله. عموما كل التوفيق لكل المنتخبات خلال الفتره الجايه، وخصوصا طبعا المنتخب المغربي هو اللي يتبقى لنا ان احنا نقف في ظهره خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الاهلي يستعد لمواجهه غزل المحله لمواصله الانتصارات، ونرجع بقى نتكلم عن الاهلي وغزل المحله. طيب ده كان تقرير عن مباراة المحلة، ناخد شوية برضو أو أعرف رأيك في مباراة الأهلي وطلائع الجيش وبعد كده ننتقل للمحلة. يعني طبعا طلائع الجيش كان يعني عمل صفقات كويسة السنة دي، وطبعا غير الجهاز الفني. كابتن محمد يوسف طبعا عارف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الأهلي ومعاه جهاز، يعني عارف طبعا كابتن طارق السعيد وكابتن أحمد رؤوف ومعاه ياسر علي، كلهم عارفين لعيبة النادي الأهلي كويس. اول لقاء ليهم بيقابلوا النادي الاهلي، فانا شايف النادي الاهلي يعني طبعا في البدايه كان خسران 1-0، لكن هو طبعا النادي الرغبه كانت اكبر للنادي الاهلي. أيوه. الطموح هو اكبر للنادي الاهلي، الشخصيه طبعا بتفرق في الماتشات اللي زي دي. والنادي الاهلي طبعا زي ما قلت هو راجل يعني فريق نادي بي 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 كبير وعنده جمهور كبير، فلازم طبيعي ان هو هينافس وطبيعي ان اللقاء يخلص النادي الاهلي يعني. فانا شايف ان النادي الاهلي مع الاصابات والاستشفاء واعتقد ان هو يعني عامل ماتش كويس وخد اللي هو عايزه من اللقاء، انك انت خلاص ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا. واتمنى ان شاء الله ان المحله من الفرق اللي هي مش منظمه شويه، بتلعب على العشوائيات، بتلعب بطريقه عشوائيه. خلي بالك المحله ده، خلي بالك المحله تاني دوري. ما هو كان منافس، كان هو رقم، هو كان على قمه قبل النادي الاهلي ما يرجع مكان الطبيعي ليه. فانا شايف ان الماتش هيبقى صعب ورخم في الهجمات المرتده، وان طبعا المحله عارف قيمه النادي الاهلي. والنادي الاهلي اتمنى طبعا يعني اعتقد اللقاء في غزل المحله بتبقى ماتشات صعبه، وانت عارف يا كابتن اسلام اللي ملعب غزل المحله من الملاعب الرخمه ومن الملاعب اللي ما بتعرفش تلعب فيها كوره كويس، بتخلص بفرصه واحده. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعمل لقاء كويس وخلاص يطوي الصفحه. وطبعا وطبيعي ان الجهاز الفني واللعيبه خلاص نسوا ماتش الجيش وهيخشوا بقى يستعدوا في مباراه المحله، لان هي مباراه صعبه ورخمه ما بتكسبش بسهوله. صعبه ورخمه، والمحله عنده فريق جيد الحقيقه. كمان كان عندهم شويه مشاكل دايما. انا حتى لسه الجهاز الفني، الجهاز الفني انا لسه كنت حتى بتكلم في الامر ده يا امير، انه دايما بتلاقي ان كل المشاكل بتتحل قبل مباريات الاهلي. بالظبط. ده طول عمره كده مش اليومين دول بس. يعني ومش المحله بس برضه للناس تفتكر، لا احنا بنتكلم بشكل عام
قبل المباريات الكبيره بتجد كل المشاكل بتتحل طبعا، هو الانتهاء من المباراه يعني. الراجل المدير الفني والجهاز الفني اللي موجود عنده خبرات، وكان ماسك دجله وكان ماشي معاهم بشكل كويس جدا. نعم. لكن انا الفتره الاخيره ما اعرفش حته ان هو ساب الفريق هيروح المصري، هل مشي هل رجع النهارده وكان موجود في الملعب وكل حاجه ومرن الفرقه النهارده. فدي برده ممكن تعمل بلبله لفريق غزل المحله. غزل المحله برده اسم كبير وجمهور كبير، ولكن زي ما قلت ليك يا كابتن اسلام، الرغبه والطموح والهدف والعزيمه وكل حاجه اكيد لصالح النادي الاهلي. وزي ما قلت لك الماتشات دي بتبقى رخمه، بتخلص ما بتخلصش 3 4، بتخلص 1-0، بتخلص 2-1، من الماتشات اللي هي بتبقى رخمه وصعبه. الملعب مش كبير، الملعب ضيق، وخصوصا ماتشات المحله والنادي الاهلي بتبقى ماتشات صعبه وبتبقى بتحصل فيها احداث يعني. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبقى اللعيبه مركزه وخلاص يعني يستعدوا كويس للقاء يعني. الفارق ما بين الحارس العادي والحارس النجم اللي حصل مع الشناوي، الشناوي قد يكون اخطا الاول، لكن الحقيقه بعدها على طول او بعدها في اثناء المباراه قبل ما نجيب الهدف الاول والتعادل والثاني اللي كسبنا فيه، زاد عن مرماه بشكل كبير جدا. وهو ده الفارق يا امير دايما اللي ما بين الثبات والشخصيه واي حاجه اخرى. طب تعالى ناخد اول واحده يا كابتن اسلام، الحارس المميز والحارس اللي هو بيصد عادي. في فرق كبير. الحارس المميز ده اللي بيحافظ على نتيجه اللقاء، صحيح، وبيحول يعني اتجاه اللقاء من هزيمه او من حفاظ عليه من تعادل لمكسب. ده المميز اللي هو بيحافظ، انا ماليش دعوه انا فريقي خسرانه كسبانه، انا بشيل النادي، بشيل اي انقاذ بيجي لي بشيله. وفي نفس الوقت الحارس اللي هو بيصد عادي، ممكن يبقى بيصد ماتش بعد كده بيغرق الفرقه زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره. فانا شايف ان الحارس المميز وخصوصا بيبقى في الانديه الكبيره اكيد هيبقى ليه دور كبير جدا. وطبيعي. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها يا كابتن اسلام، اتفضل. لما يكون واحد زي الشناوي بقاله 3-4 سنين بيلعب اساسي مع المنتخب ومع النادي الاهلي وافريقيا وبطوله هنا وهنا وهنا وكاس مصر ودوري، وان هو يجي له خطا في خلال السنه مره، ده وضع طبيعي يعني. احنا بنشوف حراس مرمى كبار وعظام بيغلطوا. ما هو يعني ماتش مثلا الجيش، عمر رضوان من الحراس الممتازين، ولكن هو ما كانش موفق في اللقاء. فانا شايف من وجهه نظري الشناوي لا طبعا له دور كبير جدا، وبنشوف ده في يعني ماتشات كتيره جدا بيبقى ليه دور مؤثر كبير جدا جدا. وده طبعا ما يقللش من مصطفى وعلي لطفي طبعا وحمزه. فانا شايف ان هم يعني ده يعني مش هنتكلم دلوقتي على الشناوي لانه حارس كبير وحارس ممتاز. لا انا بشوف، انا وجهه نظري يعني، انا حتى شفت جمهور الاهلي، وجهه نظري ان الشناوي عمل مباراه جامده جدا طبعا، لانه في كوره كانت هتبقى 2-0 طبعا. ما هو ده شالها، هو ده الفرق. ما هو ده اللي انا بكلمك فيه، ده الفرق، ده الفرق، انك انت النهارده حارس مميز بيحافظ يعني، ممكن اغلط بس هنتعادل، لكن بعد كده يبقى ليه دور في اللي بعديه. يعني فاهم يا كابتن اسامه، ممكن اغلط في هدف. بالمناسبه امير معلش عشان احنا بنتكلم وهرجع اتكلم على الشناوي تاني، عشان برضو الموضوع ده اصبح موضوع يعني في كلام كتير الناس انت لو انت بصيت كده، هل دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ الكره اللي فاتت، هات الكره اللي فاتت ودي كمان. ممكن نرجع من البدايه خالص، هاتها من اولها كده علشان برضو ايه يعني. هو حتى هنا الكابتن محمد عادل في الكره دي، بس خلص اتفضل. بص الاولى لا، الثانيه ممكن، صح؟ ايوه. انا بشوف ان الاولى ركله جزاء كمان. ليه؟ لانه خلاص الكره في ايده، الكره قصدي سوري مش مسيطر عليها. بص يا كابتن اهو، هو أمزائي. هو راح يمسك، اوكي، راح في الاتجاه بتاع مين اللي كان واقع؟ اعتقد اكرم. بص يا كابتن، في اهو دي الثانيه، دي اللي ممكن. الاولى هو خلاص مسك، كل اللي بيعمل فيه عمر ده تلويش، تلويش من البدايه خالص، صح؟ هو لوش في الاولى، صح، فخلاته ياخد، بص خلاه ياخد القرار في الثانيه غلط وعايز يعمل بلوك، فهو خلاص بقى عايز يقابل، عايز يجيب الكره باي طريقه، صح. فممكن انا بشوف عكسك بقى، انا بشوف ان بتاعت اكرم هدف، سوري، بينالتي. وجهه نظري انها تحتسب ركله جزاء لان هو مش مسيطر على الكره بشكل 100%. بص اولا بص. بص خلاص مش مسيطر، لا الكره بتقع من ايده تمام في الاولى لو رجعت، فخلاص فاكرم وهو بيقع وهو واقف واخده ونازل بيه، بدليل حاجه هي دي اللي قفلت عليه. هو قريب، بص من هنا، هو خلاص مسك كمل الهجمه، هنشوف كملها، كمل خلاص، هو طلع يمسك الكوره ماشي. اكرم راح في الاتجاه لا. بتاعه، اكرم واقف، سيبك من هي وقعت، اكرم واقف، خبطوا في بعض تمام. دي لا، هو مين اللي رايح لاكرم؟
هو رايح لاكرم بالظبط، واكرم رايح له برضه في نفس الاتجاه. حتى الكابتن بص الكابتن محمد عادل شايف الكره حسب على الثانيه بص اوكي، يعني هو حتى الفار اداله في الثانيه. هو هنا المفروض ما كانش يدي اساسا، يعني انا اللي انا بشوفه انه بص ايده هنا فين، بص بص دي الثانيه، دي الثانيه اه دي الثانيه. لو جبت الاولى هات اكرم لما في الاول راح رايحين الاثنين في الاتجاه واحد، لو جبت اكرم ثاني معلش يا كابتن اسلام هات لو جاب ثاني هاتوا اكرم، هتلاقي الاثنين رايحين في الاتجاه مع بعض، ده رايح لده وده رايح لده. بص لا لا يا راجل يا راجل يا راجل يا ده بص ده الكره بعيد عن ايده، لا رجعها سنه رجعها أيوة. سنه معلش بعد اذنك، وهات التصوير اللي ورا وهات التصوير اللي لا انا لا بالعكس ده هي من قدام باينه تمام، اللي من ورا مش اهو الكره مش في ايديه. بص يا كابتن بص بص ماشي هو خلاص بص هنا بص بص اقف بقى مش في ايديه وقعت حلو عمل ايه طبيعي طبيعي وهو نازل خبط اكرم بص في الكوع لا ده مش شايف خالص بص بص ايه يا راجل يا راجل ممكن يعني طبيعي يعني هي المهم في الاول وفي الاخر البنالتي صحيح سواء دي او دي سواء دي او دي طبعا. لا انا بشوف بقى ان هي الاثنين دي ودي صحيحه 100% يعني بتاعت اكرم وجهه نظري طبعا انت حر، لكن انا بقول لك انا وجهه نظري ان كره اكرم دي مليون في الميه ضرب الجزاء صحيحه. تعرف انها كانت ممكن تبقى في الثالثه كمان يعني لو مشيت الكوره انا بصراحه ما بصيتش للثالثه. بص هنا كمان عمل بلوك ما مسكش الكوره تمام ونزل بص رجله فين بص بقى راحت فين ممكن كمل بقى الهجمه ده فوق وتحت بص هنا كمان لا دي اوكي دي احنا يعني متفقين عليها لكن بص لو لم عكس اتجاهه صح عبد القادر هتبقى بنالتي ثالث يعني فبالتالي انا بشوف ان هي يعني لانه الكلام الحقيقه طبعا الحكم دلوقتي في وسط هذه التكنولوجيا مش من المفترض منه ان هو يخطئ مثل هذا الخطا يعني اي حكم في الدنيا مش ده مش بتكلم على كابتن عادل دلوقتي انا بتكلم بشكل عام ان خلاص بقى معاك تكنولوجيا ومعاك حد يقول لك ارجع وبص وشوفها بص طبعا الفار مهم جدا بس هي في الاخر انت بتقول ان هي مش ركله جزاء من وجهه نظرك اللي هي الكره الاولانيه كنت شايف ان دي ركله جزاء صحيحه بس عشان هياخدوا كلامك يقطعوه في مليون حته لكن هي انت شايف ان هي ركله جزاء صحيحه الثانيه طبعا صحيحه 100% ممكن الاولى كمان يعني بس انا بتكلم على يعني النادي الاهلي عمره ما بيشحت جول ولا هدف انت عارف طبيعي بالظبط ده النادي الاهلي بالعكس الفار كتير جدا بيجي عليه بيجي على النادي الاهلي صحيح لان النادي الاهلي هو دايما خلاص الرغبه للنادي الاهلي ان انا نازل هكسب المشكله بقى في انك انت يعني شفنا في ماتشات كتير جدا افتكر في ماتش ايمن اشرف في جول كانت طلع الجيش تقريبا اللي هو طلع حط الكوره اتحسبت فاول على ايمن اشرف مع ان دي ما عمرها ما تتحسب وشفنا ماتشات كتير جدا بتبقى ما فيهاش اوفسايد وبتتحسب اوفسايد يعني في حاجات عكسيه النادي الاهلي دايما بيبقى عايز ان هو حقه مش اكتر من كده مش اكتر من حقه احنا كل اللي احنا عايزينه العداله التحكيميه بغض النظر عن الاختلافات ما بين وجهات النظر لكن في النهايه كرة زي دي هي ركلة جزاء لا ركلة جزاء طبعا يجب ان يتم احتسابها لو ما اتحسبتش يا كابتن اسلام في الاولى هي في الثانيه كمان يعني مش الاولى الثانيه لو انت لو انت مثلا في وجهه نظرك لو انا عديت الاولى يبقى الثانيه يبقى الثانيه لو مش الثانيه يبقى الاولى خلاص يعني كده كده في ركله جزاء يعني اثنين انت بتتكلم في اثنين يعني تو اوبشنز زي ما بيقولوا والثالثه لو هو احمد عبد القادر خد عمر هو كابتن صفر بقى لما لقى احمد عبد القادر خدها كده يمين الكابتن محمد هو حتى في الاول ما حسبش فقال لك الثانيه مش معقوله مش هحسب يعني لان هي باينه الثانيه كمان واضحه وصريحه اوكي اللي هو يعني سواء دي او دي ففي الاول وفي الاخر هو بينالتي يعني طيب اخيرا يا امير لو عايز بقى تقول اي حاجه لكل جمهور النادي الاهلي ولفريق كره القدم في النادي الاهلي لانه الفتره اللي جايه فتره صعبه طبعا ويعني انت بتلعب في وسط كاس العالم بالمناسبه طبعا. قبل بس ما اختم معاك انت شايف ايه رايك او وجهه نظرك في انه يكون هناك مباريات بتلعب في الدوري في وسط مباراه كاس العالم دي حاجه كويسه جدا طبعا كويس طبعا اوكي لان انت خلاص الاستمراريه ما زالت ما انت لو منتخب مصر موجود في كاس العالم ما كنتش هتلعب تكمل الدوري صح. لكن انت النهارده احنا بنعاني كمان في سوء تنظيم يعني انت دلوقتي بتعاني صحيح. في سوء تنظيم وفي الاول وفي الاخر هتفرق تنظيميا في اخر السنه 5 أو 6 ان انت تخلص في شهر 5 أو 6 بالكتير بالظبط وخصوصا بقى انت فريق زي النادي الاهلي فريق اللي هي نادي الزمالك فرق بتلعب في افريقيا خصوصا النادي الاهلي انت بتلعب في افريقيا بتلعب كاس بتلعب دوري وبعد كده تروح داخل على كاس عالم للانديه ففي ارهاق كبير جدا وبعدين تروح جاي معسكر منتخب اللعبة دي كلها ما بتريحش بتروح داخله على معسكرات وشفناه في كاس العالم الانديه الاخير ان انت لعيبه جات لك في اخر قبل الماتش بكام ساعه فبالتالي اعتقد ان يعني ده هيبقى حاجه تنظيميه كويسه واعتقد ان الناس المسؤولين في الرابطه ليهم دور وناس فاهمه اكيد هينظموا الدنيا فانا شايف ان الاستمراريه شغاله عادي مفيش مشكله ودي حاجه هتبقى كويسه يعني للكره المصريه يعني الفتره الجايه اخيرا لو حابب تقول اي حاجه يا امير طبعا انا يعني
عايز اقول ان جمهور النادي نادي جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وساعات بيقلق وده طبيعي لما الفرق يحصل فيها دروب. طبيعي. عايز اوضح حاجه بس سريعا يا كابتن اسلام، السنه اللي فاتت او نقول نهايه الدوري السنه اللي فاتت كان في مشاكل وكان في قلق، وبعد كده مجلس اداره كابتن خطيب ابتدى يلعب بالناشئين عشان يريح الناس اللي هي الدوليه. طبيعي ان الجمهور كان يقلق ساعتها، النهارده اللعيبه ارتاحت، اللعيبه اللي كانت مصابه رجعت تاني، وده طبيعي ان كانت الفتره الجايه لازم مسانده اكبر للعيبه وللجهاز الفني، لان طبعا الفتره الجايه زي ما بتقول يا كابتن اسلام الامور صعبه ومسؤوليه كبيره جدا، وشفنا علي معلول خلص المنتخب تاني يوم كان موجود في التمرين. صحيح. فدي مسؤوليه، يعني مسؤوليه ان هو عارف بيلعب باسم نادي كبير زي النادي الاهلي وجمهور كبير زي جمهور النادي الاهلي وتيشيرت كبير زي تيشيرت النادي الاهلي، فطبيعي ان هو تاني يوم المفروض في ناس تقول لك انا هريح يوم يومين ثلاثه، لا هو رجع على طول موجود وانضم وموجود، دي مسؤوليه. فانا شايف ان اللي جاي هيبقى صعب جدا ومحتاجين كل لاعب جوه التيم في النادي الاهلي، واتمنى المسانده اكبر من الجمهور لان الجمهور ده هو عنصر مهم جدا جدا لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي، فان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي والجمهور يبقى مساند اكتر الفتره الجايه باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن امين على وجودك معانا، ودايما بنستمتع بوجودك وبنستمتع بارائك، فبشكرك جدا وكل التوفيق لك خلال الفتره اللي جايه يا رب ان شاء شكرا الله. شكرا كابتن اسلام، انا سعيد انا كنت معاك النهارده، ودايما ببقى مبسوط وانا في بيتي في النادي الاهلي طبعا. وان شاء الله نتقابل على خير تاني ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي ومصطفى صابر محلل الكره العالميه في ضيافه البيت الكبير، ايضا في كواليس المونديال وكلام هام جدا واحصائيات وارقام خاصه بمباريات اليوم ومباريات غدا. بعد الفاصل ايهاب الجنيدي ومصطفى صابر في ضيافه البيت الكبير في كواليس المونديال.